فيها شو رايك تقولي فيها وتضحكي؟ قال هاني انا غلط، قولي هاني شو سيريو بلا مزح. نهال هاكاك نهال، شفناك في كليب. تعمل كليب؟ تعمل في ميلانو. وش من كليب واسمه؟ ناد البركان. ناد البركان شطوره. ولعبتي بيان في كليب؟ وش قالوا لك الناس كي شافوك؟ بداو يقولوا لي كيف قدرتي ترقدي معاه، كيف درتي معاه، بعد حبلوني. فات شباب. ياك كنتي تمثليها كان حشمتيش زعما، ما تلفتلك شويه، ما خفتيش. هي درك على شكل تدير لنا ريحة ريحة على شكل حشمانة. ها؟ مانيش حشمانة. باينة على وجهك اليوم. باينة مانيش حشمانة. صح ريحة. قولي لي موالفة ديجا ديري تمثيل ولا أول مرة؟ موالفة. واش درتي؟ واش درتي تمثيل؟ درت حمود بلام، جامبو مايونيز، جيزي. سمع لي بيبليسيتي، درتي الإشهارات. ما فضلي بيبليسيتي. ودرت ولاد الحلال. درتي ولاد الحلال؟ واش من لقطة؟ الحلقة الأخيرة. وشنو هو؟ واش درتي في الحلقة الأخيرة؟ كرينا؟ درت زعما خارجة من الدار وماما ربتني حطت لي الطونوبيل ورحنا. اللي كانت بنت أخت مرزاق و خالي مرزاق كانت الأم تاعي. لعبتي بنت ياسمين عمار؟ فوالا هاكا. ديجا تشبهي لها شوية سي فري. عرفوا يديروا كاستينغ مليح. عرفوا يخيروهم بزاف. احكي لنا عن القصة. تاع الكليب واش تحكي القصه؟ تاع الكليب كان دوري فتاة يتيمة وكان فتاة يتيمة الأم وكان البابا يسي الميكروفون يا بنتي كي تضربي هكا شغل كي ضربتي في ودني عاودي. كان دوري فتاة يتيمة الأم ومن بعد كان البابا يسي يحسني كيما الأم بصح توجور نحس بالإحساس تاعها في الدار في ال نكون نحس به. صح. وهذا يعني الرسالة تاعه يحكي على المشاكل تاع الكبار يخلصوهم دراري صغار. اه فهمتي؟ واش تقول لهم رسالة؟ كانت ميتة ثاني في الكليب أنس. اه واش تقولي لهم رسالة؟ لي بارون؟ خلوش ولادكم. واش تقولي؟ انت يعني في الكليب يعني الأم تاعك واش لعبت؟ ما كان ميتة متوفية. ميتة. اه متوفية. اه. شوفي الأم تاعك متوفية. ويعني هذا قدرت عربي وندريتي يعني كشغل كان وكشغل غبنتي تسمى فما بالك هذوك اللي يعني يطلقوا ويتسيبارا والام تروح في جهه والبو يروح في جهه اطفال ثاني هذوك لا واش تقولي لهم هذوك لي بان؟ قول لهم ما تخلوش ولادكم. فوالا خموك ولادكم. برافو عليك. سلام حيا.